كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان على الأبواب والثواب فيه بيكون مضاعف. كتف في كتف مبادرة بتجمع كل المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني المصري. مستنيينكم يوم 17 في استاد القاهرة في أكبر تجمع لدعم كل أهالينا في مصر عشان نفرح معاهم قبل بداية شهر رمضان المبارك. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما كتفنا في كتف بعض.